السلام عليكم، كيف الحال؟ مكسر من زمان فيديو جيب القناة وعلم هذا الفيديو أسرع 20 لاعب بلعبة فيفا 18. فبتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة، دمك مشترك وإن شاء الله رجعتنا قوية مع بداية فيفا 18 بإذن الله. فعنا مثل ما أنتم شايفين أسرع 20 لاعب باللعبة، فخلينا نبدأ الآن. عنا من لاعب بالمركز ال20، عنا لاعب إنياكي ويليامز لاعب أتلتيكو بالباو بسرعة 93 طاقات. اللاعب بشكل عام تعتبر جدا ممتازة، واللاعب يعني بلعبة فيفا 17 أو بالفيفا بشكل عام يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين، وسرعة 93 تعتبر معقولة جدا بالنسبة له. لاعب بالمركز ال 19 عندنا بروما لاعب لايبزيتش الالماني، ايضا سرعه 93 طاقته بشكل عام جيده، عنده دريبلينج والسرعه، يمكن الشوط شوي ضعيف لكن بقيه الطاقات بشكل عام تعتبر جيده جدا. فخلينا نلعب بالمركز 18 ديلوفيو لاعب برشلونه، اللاعب يعني يعتبر صراحه من اللاعبين جدا ممتازين. اللي شاف اداؤه باخر المباريات مع برشلونه بيعرف انه هذا اللاعب من اللاعبين جدا خرافيين. فعندك سرعه، عندك الدريبلينج 87، صراحه 87 دريبلينج بالنسبه للاعب، الريتنج عنده 82 يعتبر شيء جدا ممتاز، و82 ريتنج تشوف انه مناسب جدا الصراحه بالنسبه لديلوفيو. فعندنا اللاعب بالمركز ال 17 رحيم ستيرلينج، الصراحه رحيم ستيرلينج يمكن ظلموه شوي بالريتنج، المفروض يرتفع بشوف لل 83، لكن عندك السرعه 93 الدريبلينج 85، الشوط ضعيف الصراحه 71 بالنسبه لرحيم ستيرلينج، يمكن انهائه شوي افضل من هيك يعني بشوف. فعندنا خلينا نروح على اللاعب المركز ال 16 محمد صلاح. محمد صلاح ظلموه اول شيء بالسرعه وظلموه بالريتنج، الريتنج بيستاهل يعني بالمعقول 84، كان بلعبه فيفا 17 82 او 81 تقريبا ونزل له ابجريد، فبشوف انه 84 كان مناسب جدا لو اجى. عندك السرعه 93 يعني بشوف انه بيستاهل 94، يعني 93 شيء بشوف انه قليله، يعني عنده انطلاقات رهيبه الصراحه اللاعب. اللي شاف انطلاقاته يعني مع نادي ليفربول او سواء مع نادي روما قبل ما ينتقل لليفربول بيعرف انه اللاعب سريع، يعتبر سريع جدا. فسرعه 93 ودريبلينج 86. خلينا ننتقل على اللاعب اللي بعده، عندنا لوكاس مورا ايضا سرعه 93، يعني مع انه نفس السرعه بس ما بعرف على يعني على اساس شو التقييم، مع انه نفس السرعه ومحمد صلاح يعتبر اعلى بالريتنج، لكن حطوا لوكاس بالمركز ال 15. عندك سرعه 93 الدريبلينج 86، الشوط 74 والبساط 75، واربع نجوم مهارات، يعني لاعب يعتبر جيد جدا. بالنسبه لو حبيت تعمل تشكيله طبعا بالدوري الفرنسي، فعندنا بالمركز ال 14 جوردي البا. والله جوردي البا سرعته 93، يعني بشوف انه معقوله 93، لاعب يعني يعتبر سريع جدا، يمكن اسرع لاعب ببرشلونه بظن هو ديلوفيو. فعندك 93 سرعه و82 دريبلينج، عندك ريتنج 85 طبعا نزلوه من ال 86 لل 85، فالريتنج بشكل عام يعتبر جيد صراحه. مع بدايه هذا الموسم اداؤه بدا يرجع لمستواه المعهود. فخلينا ننتقل على اللاعب اللي بعده، ساديو ماني ايضا ريتنج 3 وريتنج 84، الصراحه يعني بشوف انه محمد صلاح المفروض يكون الريتنج عنده يعني نفس ريتنج ساديو ماني 84، لكن ما بعرف ليش حطوه على هالشكل. فعندك السرعه 93 الدريبلينج ايضا 85، فيعتبر شيء جيد، واربع نجوم مهارات، فاللاعب جدا ممتاز. عندنا بالمركز ال 12 جيلسون مارتينيز، كنت متوقع اللاعب انه ينتقل لاحد الانديه العمالقه اوروبا. فعندك السرعه 94 والدربلينج 86، يعني الشيء يعتبر جيد، الشوط شوي ضعيف عنده 70، لكن اللاعب اللي بيميزه انه 5 نجوم مهارات، فلاعب يعتبر خرافي لما بيكون لاعب سريع و5 نجوم مهارات مثل رونالدو ولا نيمار، فبيكون شيء اسطوري، وخاصه انه الدربلينج عنده يعتبر ايضا جدا ممتاز 86 بالنسبه للريتنج 81. فخلينا ننتقل على المركز ال 11، عندنا جوناس، والله ما بعرف جوناس شو اسمه. فعندك اللاعب الريتنج عنده 68 سرعته 94، باقي الطاقات يا اخي جدا جدا عاديه، عندك الدريبل 70، شوط وباصات وفيزيكال 63، طاقته جدا جدا عاديه. اللاعب اللي بعده عنا اسمه مانيه تقريبا، فعندك السرعه 94 والدريبلينج 73، باقي الطاقات جدا جدا عاديه، واربع نجوم مهارات، هذا اللي بيميزه. فعندنا لاعب المركز التاسع يا اخي، شو كله لاعبين فضيين، عندنا اللاعب اسمه اكام، دافيد اكام او اسام تقريبا. فعندك الريتنج 74 كمان، عندك السرعه 94، يعني السرعه عنده تعتبر ممتازه جدا 94، لكن باقي الطاقات عاديه جدا، يمكن الدربلينج شوي جيد. فخلينا ننتقل على لاعب المركز الثامن ليروي ساني، والله ساني يعني صراحه بيستاهل سرعه 94 دربلينج 85 الشوط 77، لكن لو كان اربع نجوم مهارات كان بيكون شيء خرافي، يعني الشوط عنده 77 يعتبر جيد جدا، يعني احسن ما يكون 70 اكيد. فعندك سرعه وعندك دربلينج، لكن عيبه انه 3 نجوم مهارات مو اربع نجوم، لو كان اربع نجوم صراحه كان بيكون شيء ممتاز. فخلينا ننتقل على المركز السابع جارث بيل. جارث بيل تقريبا نزلوه واحد بالسرعه من 95 لل 94، اداء جارث بيل الموسم الماضي اداء سيء سيء جدا جدا، خاصه بعد ما رجع من الاصابه، وحتى بهذا الموسم يعني اداؤه لغايه الان ما قدم هالاداء الممتاز، لانه جارث بيل ايام زمان كان الصراحه شيء اسطوري مع ريال مدريد. فعندك سرعه 94 دريبل 86 شوط 87 وباصات 84، يعني لاعب يعتبر جدا ممتاز، لو ما معك سعر ميسي فممكن تجيب جارث بيل، لانه لاعب يعتبر جدا ممتاز، واربع نجوم مهارات، ثلاثه قدم ضعيفه.
فلاعب يعتبر جدا ممتاز، وايضا طوله ممكن يساعدك بشكل كبير. فننتقل على المركز السادس، عندنا اللاعب اسمه دام، سرعته 95. فعندنا يعني طبعا السرعة 95، دربلينج 77، الباصات 67، يعني ما في أي شيء. بيلعب مع نادي تايجرز المكسيكي، طبعا ما في أي شيء مميز يعني غير هيك، وثلاث نجوم مهارات. فخلينا ننتقل على المركز الخامس، عندنا اللاعب أسانتي، هذا أيضا كان من أسرع اللاعبين بفيفا 17 وما زال يعتبر سريع، لكن عيبه إنه نجمتين مهارات بس، يعني شيء يعتبر جدا عادي. عندك الدربل 71 بقت طاقة جدا جدا عادية. اللاعب المركز الرابع بولي، بولي يعني من ايام يمكن فيفا 15 او فيفا 14، ومعروف انه لاعب سريع، يعني كان تقريبا اسرع لاعب باللعبة بلعبة فيفا 15، لكن كانت نسخته برونزية وقتها. فعندك السرعة 95، الدربلينج 67، الشوط 61. اللي انصدمت منه يمكن انه والكوت مو موجود، يعني ما شفنا والكوت، كان ايام زمان يعتبر من اسرع اللاعبين، لكن ما بعرف وين راح. فبالمركز الثالث عندنا هيكتور بيلرين، سرعة 95، بيستاهل بيلرين 95، وبشوف انه مناسب جدا يعني. لكن لو قارنت ما بينه ومحمد صلاح راح تلاقي انه سرعة اللاعبين نفس بعض، لكن ما بعرف ليش بيلرين 95، يعني هي من وجهة نظري بشوف انه سرعة اللاعبين تعتبر قريبة جدا اذا ما كانوا نفس السرعة. فعندك الدريبلينج 78، دفاع 75، فيزيكال 70، يمكن طاقته الدفاعية شوي ضعيفة، لكن يعني ممكن السرعة تغطي على هالشيء. فثلاث نجوم مهارات اكيد. فعندنا اللاعب من المركز الثاني جوناثان بيبياني، طبعا اللاعب كان سابقا لاعب لنادي بارما وانتر ميلان، لكن حاليا ما بعرف بأي نادي بالضبط بيلعب. فالمهم عندك السرعة 96، سرعة تعتبر جدا جدا عالية صراحة بالنسبة للاعب. الدريبلينج 77 والباصات 66، طاقته بشكل عام تعتبر جيدة، لكن اللاعب ثلاث نجوم مهارات تقريبا، ايام زمان كان اربع نجوم وريتنج 75. المركز الاول اكيد اكيد معروف مين المركز الاول، اوباميانج يا اخي، هاللاعب طياره بالملعب. عيبه الوحيد ايضا ثلاث نجوم مهارات، هاي هذا الشيء يمكن عيب اللاعب الوحيد. عندك سرعه 96، شوط 84، دريبلينج 81، باصات 75، يمكن كان المفروض يرفعوه شوي بالشوط، لانه الموسم الماضي يمكن لعب 45 مباراه سجل 40 هدف، فيعتبر يعني لاعب هداف، المفروض يحطوا الشوط عنده يعني على الاقل على الاقل 86 كمعقول، كريتنج معقول او كشوط معقول، لكن الدريبل عنده يعتبر جيد 81. ثلاث نجوم مهارات، للاسف اللاعب كان بيستاهل الصراحه اعلى من هيك. فهذا يعني اسرع 20 لاعب. يمكن العيب الوحيد اللي شفته انه محمد صلاح كان المفروض ياخذ سرعه اعلى من هيك، يعني المفروض ياخذ سرعه اعلى ولو بواحد. مثل ما انتم شايفين وين محمد صلاح، عندنا محمد صلاح سرعته 93، يعني المفروض يعطوه سرعه 94، لكن مو مهم. لكن اللاعب بشكل عام يعتبر جدا ممتاز، وانصدمت انه والكوت مو موجود، مع انه يعني ما حاطين اسرع 10 لاعبين، حاطين اسرع 20 لاعب، وبالرغم من هيك اللاعب مو موجود. فهذا الشيء يمكن اللي انصدمت منه. اللاعبين بشكل عام يعتبروا اللاعبين جدا ممتازين، يمكن ميسي شوي ظلموه بالسرعه، يعني حاطين سرعه 89 بالنسبه لميسي، فتعتبر ضعيفه شوي، لكن اللاعبين بشكل عام تعتبر جدا يعتبروا جدا ممتازين. وايضا ديمبلي لاعب برشلونه ما شفناه باسرع 20 لاعب، تقريبا هو سرعته اكثر من 90، لكن ما بعرف قد ايه بالضبط، يمكن 91 او 92. فبس شباب هيك وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى ان الفيديو عجبكم، بتمنى دعمكم زر لايك، تشترك بالقناه اذا ما مشترك، بتمنى نحاول نوصل اكبر عدد ممكن من اللايكات، تشترك بالقناه اذا ما مشترك، ما بقي لنا شيء على 50,000 مشترك، ان شاء الله بنحاول نوصل باسرع وقت ممكن. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، في امان الله.